لسنا أحسن حالا من اللي بنشوف في أمريكا، ولكن عندنا أيضا مصايب وبلاوي في العالم العربي، لدرجة تخيلوا أن أستراليا لما تمنع تصدير البقر لبلد عربي معين بدون ذكر أسماء، لأنه يسيء من التعامل مع البقر. وشوفوا مقاطع أيضا، أنبه أنها مزعجة لبعض المشاهدين قد تكون، لتعامل الوحشي المقيت مع البقر في هذه الدولة، وهذا منتشر في كثير من الدول العربية، التعامل السيء هذا. فأستراليا من يعني اتفجعت انه انتم ايش قاعد تسووا، وبالتالي بقرنا لن نصدره لكم لانه بقرنا عنده حقوق، ليس من حقكم ان تعاملوه بهذا الشكل، فمنعوا تصدير البقر. هذا الكلام 2008، وانه البقر هذه حيوان، غير انه حيوان هو ثروة، منه يجي الحليب والجبنة والشوكولاتة واللحم كله، بدون بقر ما في. مين اللي فهم أنه هذه ثروة؟ سويسرا مثلا، السويسران يعتبروا معروفين بحسن تعاملهم مع البقر، فذهبنا إلى سويسرا شوفوا كيف تعاملوا مع البقرة. لاحظوا انه البقر هنا في سويسرا كل بقره لها اسم ولها رقم. واتس ني ني بورن، تاريخ ميلاد هذا. ف بروتوس عمره سنه دحين، مولود 2012 شهر 6. رحنا لواحده من المزارع، ما اعرف ابدا من فين لانه هو لخبطني، هو حاولني بالمعلومات اللي قاعد يقول لي. هو قال لي احنا عندنا البقر، عنده اصلا البقره عنده جواز سفر، طلع لي جواز سفر. قال لي هذا جواز سفر البقرة، هذه كل بقرة عندها جواز سفر، باسبور، معلوماتها بالكامل، ومن وراء معلومات أبوها، مين أبوها ومين أمها ومين أخوانها ومين أخواتها. أوكي سا سيرتيفيكيت شاك باش بابي باسبور 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 سي الباسبور دو لا باش. فهمت، هذيك جواز سفر البقرة في المعلومات كلها حقتها. فادر ماذر جراند فادر بلس وي إيش؟ grandfather؟ وي. في sister brother؟ also؟ وي. يا سلام، أخوها أخوانها العيلة يعني كلها فاميليا كده كلها مكتوبين هنا. أوكي. and here يا حبيبي عليكم. كل سنة هذا مو شغلة، يعني كل بقرة يحسبوا في السنة كم مرة طلعت حليب، عدد كمية الحليب اللي طلعتها، نسبة الدهن في الحليب حق البقرة دي. What's the name of البقرة دي عشان إحنا؟ سوغي. سوغي. مدام سوغي. مدام سوغي. بقرة حق مدام سوغي.